يعني بتفوجوا موسم ولا احلى، يعني زي ما قال ايمن بيلعبوا 10 لعيبه بعد 30 ثانيه ما شاء الله. ساو باولو ماتش في الثواني الاخيره مسجلين، او ساو باولو عفوا مسجلين فيها في الثواني الاخيره، كل التوقعات كانت رايحه هناك. باتشوكا متاخر في جدول التدريب ترتيب الدوري المكسيكي، مشي منه عدد من اللعيبه مع نهايه الموسم. وحاول اجيب لكم كده جزء من اللقاء، كنا عملنا لقاء بالزوم مع المدى المدرب المدير الفني الاورجواني لفريق باتشوكا. لكن ماذا حدث؟ فنيا ما فيش تفسير يقول حد يقول اللي حصل النهارده حد يتوقعه، محدش يتوقع لا النتيجه ولا السيناريو ولا اي شيء، لكن في عوامل لا تسببت في ده. اتكلم انه بتفوجو جاي ثلاث ايام تقريبا منهم يوم سفر تقريبا، نتكلم البرازيل لغايه قطر ده يوم، عشان الساعه البيولوجيه اتلخبطت تماما، بتتكلم فرق حوالي اعتقد 8 9 ساعات تقريبا من البرازيل لقطر حاجه زي كده، فالفرقه داخله اوت اوف جيم تماما. كمان المدير الفني كان عامل حسابه لده، فتقريبا اعتقد يعني ان هو استسهل المباراه شويه، مش استسهل فنيا لكن هو عارف ان ظروفه صعبه جدا، وعارف انه بدنيا اللعيبه مستحيل تدي ال 90 دقيقه في ظروف زي دي، فريح اكتر من نجم النهارده المادا الجناح بتاعهم الارجنتيني، لعيب تقيل جدا جدا. كان قاعد احتياطي اليكس تيليس المخضرم طبعا، لعب في مانشستر يونايتد واللي كان في النصر السعودي وراح بوتافوجو في بدايه الموسم، كان برده قاعد احتياطي، قاعد ثلاث اربع لعيبه مهمين جدا جدا لانه كان باصص لقدام شويه لمباراه الاهلي على اعتبار ان هو شايف يقدر يكسب باتشوكا في ظروف مدريد مش بالظبط بالظبط باصص لريال مدريد كمان. بعض اللاعبين كانوا بيتكلموا عن فرصهم قدام ريال مدريد، فالاسباب اللي ادت للنتيجه النهارده اسباب غير فنيه، لكن اكيد طبعا لازم نحترم الشكل اللي ده تعامل بيه باتشوكا مع المباراه. الحقيقه تعامل مع المباراه بذكاء كبير جدا، صحيح. عارف كويس قوي ان هو حتى لو بوتافوجو في الظروف اللي احنا بنتكلم عنها، وحتى وهو مش في افضل شيء بدنيا، لكنه فرقه امكانيات لعبتها عاليه جدا جدا جدا، فمش هيقدر يمسك الكره قدامهم. لعب بذكاء شديد، التحولات بتاعته كانت غير طبيعيه، جاب ثلاث اهداف، ضيع ثلاث اربع اهداف المباراه دي باتشوكا، مظبوط ضيع يعني كان يقدر حتى يخلي النتيجه اكبر من كده. انا شايف ان ده مش هيحصل قدام الاهلي، يعني الاهلي مش هيعمل اللي عمله بوتافوجو، ومش هيتهور بالشكل ده، ومش هيندفع بالطريقه دي. فسيناريو المباراه وباتشوكا اللي الناس شافته النهارده مش هو باتشوكا اللي الناس هتشوفه قدام الاهلي. مش معنى كده ان المباراه سهله، فريق محترم وعنده لاعبين امكانياتهم كويسه جدا جدا، لكن السيناريو بتاع النهارده مش هو تماما السيناريو اللي الناس هتشوفه قدام الاهلي. وباتشوكا من بعض المباريات اللي شفناها طبعا كنا متوقعين بنسبه كبيره جدا بوتافوجو هو اللي هيكمل، ومتابعه الكوبا ليبرتادوريس بتكون اكبر، واتفرجنا على بوتافوجو فرقه عندها صحيح.